السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما كل يوم اتفقنا ان احنا يكون لينا رسالة، ورسالتنا النهاردة هنجدد الحماس جواك ونفكرك بأحلامك وأهدافك وطموحاتك. طاغور الفيلسوف الشاعر بيقول لك: البعض يعبر الحياة كالطفل يقلب صفحات الكتاب مقتنعا أنه يقرأ. عبور سطحي دون أن يواجه ويتفاعل ويتغير، قلب يرتجف عن تحمل المسؤولية، يريد عبور الأزمات دون أن يتعايشها. وهيكسلي الفيلسوف المتصوف قائد الفكر الإنساني يرى أن خبرة الإنسان لا تتكون من مجرد الأحداث، لكن من مواجهته لهذه الأحداث. ولا يصبح الإنسان عظيم ويحقق الإنجازات إلا بالمواجهة الحقيقية والتفاعل، لا الهروب من الأقدار، لأن العظمة لها ثمن وهي تحمل المسؤولية. عشان كده حبيت النهاردة أكون موجود معاك وفكرك بحلمك وأقول لك طالما أنت متحمل المسؤولية يبقى أعرف إنك إنسان عظيم. أنا عارف إن ممكن تكون خايف من المرحلة اللي جاية، خايف من العقبات اللي أنت اتحطيت فيها أو العقبات اللي أنت ممكن تواجهها في طريقك، لكن أحب أفكرك إن علماء النفس لما جوا عرفوا الخوف قالوا لك إن الخوف هو اضطراب القلب عند توقع المكروه. الخوف هو اللي هيعلمك ان انت تقدر تواجه المرحلة الجاية. علماء النفس بيقولك ان الخوف اتخلق عشان تحطمه. فالانسان مليان قدرات، ولما الانسان يخاف قدامه طريق من اتنين: اما ان هو يبعد او ان هو يواجه. عشان لما هو يواجه هيسأل نفسه عن الامكانيات اللي موجودة جواه. اعظم الاختراعات اكتشفت في لحظات الخوف. فانت وخايف قدامك طريقين: الهروب من المواجهة او ان انت تواصل وتقود وتكمل مع التدبير. وفي كل لحظة انت حاسس فيها بالخوف افتكر كده 3 حاجات: استغفر ربنا سبحانه وتعالى، اعترف بالخوف، دبر حالك. واجمل حاجة انك تشوف الشروق والغروب من نفس المكان، موقف واحد بيخليك تشوف الظلمة والنور حسب اختياراتك انت. اعرف ان لحظات الخوف دي اللي انت ممكن تكون عايش فيها من المرحلة دي او من الايام اللي جاية ما هي الا معلم ليك عشان تقدر تواصل رحلتك. وافتكر كده: لا يصبح الانسان عظيما ويحقق الانجازات الا بالمواجهة الحقيقية والتفاعل، للهروب الهروب من الاقدار، لان العظمة لها ثمن وهي تحمل المسؤولية. ربنا دايما معكم.